والله انا هذا واحد ارسل لي قال انا بيك تقولها الابيات هذه، والله يمكن هي عجبتها اكيد، بس هي ابيات تقول: يا صاحبي ما بقل شيء هين وضيت، النفس طابت وشوفه باح مكنونها، وانضقت والله لا خليها تولى حريز، واحسب حسابات مثلك ما يعرفونها، فيما مضى قلت عديها لعلك تفيد، وشوفها طولت تمشي على هون، انا قبل ما امشي اعرف وين ممشى الطريق، واعرف بيوت القصيده واعرف الحونها، لكن مرات اوقف قبل اخش المضيز، لين اني افرق عن الصاحين مجنونها. يا صاحبي طالبك لعد تلحز لحيز، ترى الملاحيز ترجع نوب بكفونها، ماني مودعك بمشي بس باخذ وويز، ونوقت ترى البضاعه زاد مثمونها. سلامتك. ما شاء الله عليك يا معي، وما شاء الله تبارك الله. الله واحد يرسل لي يقول تكفى، قلها قلت ابشر، هديه لك يا اخوي. يستاهل، يستاهلون متابعينا، يستاهلون.